السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين قناتكم مبدعنا، أهلا بحضرتكم، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا الأيام بالخير واليمن والبركات. النهاردة هنتكلم عن إزاي نصنع فانوس رمضان بأقل تكلفة، إمكانيات بسيطة جدا. هنستخدم لمبتين ليد، طبعا احنا هنستخدم الجزء البلاستيك الخاص بيهم، هنحاول نزيل القطع الزايدة في لمبة الليد، هننزع الدايرة الدرايفر الخاص بالليد، وبرضه هننزع الدويل القديم الخاص بالليد او الحتة الالووز الخاصة بيه. هنعمل فتحة في الجزء البيضاوي الخاص بلمبة الليد، الفتحة دي تكون نفس المقاس الخاص بالجزء الاعلى لمبة الليد. هنعمل ازالة ليها باستخدام كوة اللحام، او ممكن نجيب مسمار نسخنه على البوتاجاز وبرضه نستخدمه في فتح الجزء المراد فتحه. هنتأكد من الفتحة انها نفس المقاس، برضه هنعمل فتحة في جسم لمبة الليد بحيث نركب فيه مفتاح اون اوف بحيث نتحكم في الاضاءة الخاصة بالفانوس. هنجيب بطارية ليثيوم ايون 3.7 فولت، مفتاح اون اوف، ولمبة ار جي بي 3 لون، او احنا استخدمنا في الفيديو ده لمبة 7 لون اللي هي اللمبة الخاصة بكشاف الموتوسيكل، تعتبر 7 الوان. هنزلنا المقاومة الخارجية الخاصة بيها بحيث تشتغل معانا على 3 فولت او 5 فولت، تشتغل عادي بدون اي مشاكل. هنربط طرف من اللمبة بمفتاح الاون اوف، وطرف من اطراف البطارية نربطه بالمفتاح. اهم حاجة ان اللمبة دي بتشتغل في لها اطراف، لها طرف موجب وطرف سالب، اهم حاجة نركز في الحتة اللي هي. هنعمل عزل في الاسلاك بحيث ما يحصلش اي تلامس. هنثبت المفتاح في جسم اللمبة، وهنربط الطرف السالب بالطرف السالب الخاص بالبطارية الليثيوم ايون 3.7 فولت. ممكن برضو نستخدم بطارية موبايل. هنخرج اللمبة من اعلى، هنستخدم مسدس شمع بحيث نثبت اللمبة بحيث تكون الى اعلى. نستنى لغاية ما ينشف الشمع، وهنثبت البطارية من الخلف او من اسفل. هنجيب الجزء البيضاوي الخاص بلمبة الليد اللي احنا عملنا فيه او صممنا فيه فتحة، هنثبتها في جسم اللمبة زي ما حضراتكم شايفين، وهنثبتها برضو بالشمع بحيث ما يحصلش بها اي خلل. احنا في فيديو سابق اتكلمنا عن كيفية اصلاح عقد زينة رمضان باستخدام لمبة ليد، وبرضو في فيديو تاني لاول مرة صممنا دايرة بحيث تفضل لمبات الليد الخاصة بزينة رمضان متحركة، يعني اضاءة تنور وتطفي. هنفتح فتحتين من اعلى بحيث نركب بهم يد بحيث تمسك بها الفانوس. هنثبت القطعتين البيضاويتين مع بعض باستخدام الشمع. في حالة ان المسدس الشمع السخونة بتاعته عالية بيدي تماسك
شديد جدا للشمع. قطعة سلك ألومنيوم صممناها بحيث تبقى هي المقبض أو الإيد اللي تمسك منها الفانوس زي ما حضراتكم شايفين. هنقرب الفانوس، هنقلل الإضاءة، زي ما حضراتكم شايفين إضاءة متحركة 7 ألوان بأبسط الأشياء. يعني الفانوس يعتبر ما كلفش معايا غير تمن اللمبة، تعتبر 3 جنيه، والبطارية كانت معايا من الأول، أو ممكن تستخدم بطارية محمول قديمة. قطعة كرتون صغيرة هنستخدمها بحيث نغلف الفانوس من أسفل زي ما حضراتكم شايفين. وبكده نكون انتهينا من عمل فانوس رمضان بأقل تكلفة. وكل عام وحضراتكم بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.